بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. في الحقيقة سؤال وجودي نص ستات مصر شغلين نفسهم بيه، والنص التاني حافظين إجابة واحدة يعني على السؤال ده صم وبيرددوها طول الوقت. نبدأ بالسؤال، بيقول لك إيه؟ هل يا ترى في حد ممكن يتغير بعد الجواز للأحسن؟ يعني هل لو في عيب ممكن نتخطاه في فترة الخطوبة نطنشه يعني أو نصهن عليه؟ مش لاقيين عرسان كتير اليومين دول، على أساس أننا برضو هنحاول نغيره بعد الجواز. على سبيل المثال وليس الحصر، لأنه طبعا حصر العيوب اللي في الدنيا عزالها قناة من بابها، إنما خلينا نقول شوية أمثلة. يعني مثلا هل ممكن البخيل يبقى كريم؟ يعني ده سؤال مطروح. اللي عاش عمره كله جلدة ده وبيطلع الفلوس بالتيلة، هل ممكن يجي عليه وقت قبل اللي معاه يعني ما يفتصه ويبحبحها شوية؟ هل ممكن أبو عين زيغة يتعدل ويتهد؟ وفي أقوال أخرى يعني هل الجواز ممكن يلمه؟ هل ممكن اللي اتعود ما يتحملش أي مسؤولية بعد الجواز يتحملها ويبقى شخص مسؤول ويعتمد عليه؟ طيب هل المهمل في نفسه وفي بيته وفي لبسه وفي ورقه وفي كل متعلقاته، هل ده ممكن يتغير ويبقى شخص منظم ومرتب؟ هل الكسلان اللي مقضيها نوم واتكال على غيره ممكن يبقى نشيط؟ طيب هل دي كلها صفات بيلت إن اللي هي يعني بيسموها طبع واللي تعودنا نسمع إنه هو بيغلب التطبع، ولا دي عادات سيئة ممكن تتغير؟ أما بقى الإجابة المحفوظة اللي معظم الستات يعني بترددها، تقولك إيه؟ مفيش حد بيتغير أبداً. وده طبعاً هتلاقي في كتير منهم حاولوا كتير يغيروا في الصفات دي، بس يمكن تكون وسيلة التغيير اللي بيحاولوا يغيروا بيها من النوع بقى القديم المستهلك اللي مش بيجيب أي نتائج، زي مثلا اسلوب الزن وتكرار الطلب مليون مره بطريقه لا هي مقنعه ولا هي مشجعه. وممكن يكونوا بيحاولوا بالضغط ولوي الدراع، وممكن بالتهديد والوعيد وهسيب لك البيت ومش قاعده لك فيه ثانيه واحده، فيقول لها بمنتهى السعاده اللي في الدنيا يا حبيبتي يعني الباب يفوت جمل. احنا النهارده عاوزين نسال، هل في صفات وطباع بتتغير ولا ناخدها من قصرها ومحدش يتعب نفسه ونقبل الناس على علتهم وخلاص؟ احكوا لنا بقى ايه الطبع اللي حاولتوا تغيروه في شريك حياتكم والمحاوله باءت بالفشل، ستات ورجاله على فكره، ما بكلمش الستات بس او الرجاله بس. ونتمنى طبعا انه لو يعني لو حصل يعني انه في شخص ما قاعد في مكان ما على هذا الكوكب ويعرف حد غير طبعه للاحسن، يا ريت يحكي لنا ينوبوا سواد. يعني محتاجينه يدي بصيص امل للناس انه في نوع من البشر ممكن يتغير عادي. احنا هنسأل أسئلة كتيرة في الموضوع ده الدكتور محمد وديد استشاري العلاقات الزوجية، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير.